بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ والتلميذات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع درس أهلا وسهلا، الفقرة الأولى. أعزائي التلاميذ، التقى الجد يوسف بأحفاده وقال لهم: تحدثت معكم في الأسبوع الماضي عن آداب الحوار، والليلة سنتحدث عن آداب الزيارة. قال علي: وهل للزيارة آداب يا جدي؟ قال الجد: نعم يا علي، فلكل عمل في حياتنا آدابه، وسؤالي لكم: ما الوقت المناسب لزيارة الصديق؟ رد شهاب قائلا: أزوره في أي وقت أشاء فهو صديقي. وقالت همسة: عندما أود زيارة صديقتي فإني أزورها في وقت مناسب. يبقى كان رأي همسة إنها عندما تزور صديقتها فإنها تزورها في وقت مناسب. معاني المفردات أعزائي التلاميذ: كلمة آداب جمع أدب، كلمة عمل مفرد والجمع أعمال، كلمة أود معناها أحب، كلمة أشاء معناها أريد. عما كان يتحدث الجد مع أحفاده؟ الجد كان بيتحدث مع أحفاده عن آداب الزيارة، يريد أن يعلمهم آداب الزيارة، فبدأ بمناقشتهم أو بدأ بالحديث معهم عن آداب الزيارة. الفقرة الثانية. قال الجد: ومن يحدد هذا الوقت المناسب؟ قالت همسة: الوقت المناسب يا جدي هو الوقت الذي نتفق عليه أنا وصديقتي مسبقا، أي الوقت الذي يناسبها ويناسبني. ده كان رأي همسة. قال الجد: عظيم يا همسة، عظيم يا همسة، هذه أولى آداب الزيارة، ولكنك نسيت شيئا أتعرفينه؟ قالت منى: أن أتصل بها وأحدد موعدا معها، موعد زيارتي. قال الجد مضيفا: وأن تلتزمي بهذا الموعد، فلا تذهبي قبله ولا بعده. يبقى إذن كان رأي همسة إن الوقت المناسب هو الوقت الذي نتفق عليه أنا وصديقتي مسبقا، يعني نحدد الوقت قبل كده، ولابد إن أنا أحدد الوقت وأتصل معها أحدد موعد زيارتي، أقول لها أنا جاي لك يوم كذا الساعة كذا. والشرط الثاني: أن تلتزمي بهذا الموعد، أن يلتزم كل منا بهذا الموعد، فلا تذهب قبله ولا نذهب بعده. ما أولى آداب الزيارة؟ أولى آداب الزيارة أن نختار الوقت المناسب، أو أن نتفق مع صديقي على الوقت المناسب للزيارة، وأن نلتزم بهذا الوقت أو بهذا الموعد، فلا نذهب قبله ولا نذهب بعده. قال علي: ثم ماذا يا جدي؟ قال الجد: عندما تذهب في موعدك تضغط على جرس الباب برفق، فإذا دخلت ينبغي عليك أن تسلم على الجالسين، وقد ارتسمت على شفتيك ابتسامة خفيفة وقد ارتسمت على شفتيك ابتسامة خفيفة وألا تبادر بالجلوس حتى يشار لك إلى مكانك، وألا يكون صوتك عاليا. قالت منى: هذه أمور لم نكن نلتفت إليها يا جدي. هنا كلمة برفق معناها لين، كلمة ينبغي معناها يجب، كلمة تبادر معناها تسارع، وكلمة عاليا مضاد منخفضا. ما آداب الزيارة كما حددها الجد في هذه الفقرة؟ نيجي كده نعد آداب الزيارة مع بعض، أو نتصفح آداب الزيارة مع بعضينا. أول حاجة: أن تذهب في موعدك، هذا أول شيء. أن تضغط على جرس الباب برفق، مش تخبط كده جامد، لأ، تدوس على جرس الباب برفق ولين. أن تسلم على الجالسين، كلام جميل. ألا تبادر بالجلوس حتى يشار لك إلى مكانك، وألا يكون صوتك عاليا. هذه هي آداب الزيارة كما حددها الجد في هذه الفقرة. قال الجد: كم علينا الاعتناء بملابسنا وألا نعبث بما نجده أمامنا من أشياء. ثم أضاف: فإن كانت الزيارة لمريض زدنا آدابا أخرى. يبقى زيارة المريض هي نفس آداب زيارة المريض، هي نفس آداب الزيارة العادية، ولكن بنزيد عليها بعض الأشياء. قال شهاب: وما تلك يا جدي؟ قال الجد: أن تكون الزيارة قصيرة، وأن ندعو له بالشفاء، وهكذا فلكل مقام ما يناسبه من الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا ناداه مناد في السماء أن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. كلمة عاد المريض معناها زاره، كلمة طبت معناها فارقك كل مكروه، وكلمة ممشاك أي الطريق الذي تمشي فيه، كلمة تبوأت معناها اتخذت، كلمة منزلا معناها مكانا، وكلمة نعبث معناها نفسد.
ما آداب زيارة المريض؟ آداب زيارة المريض هي نفس آداب الزيارة العادية، ولكن نضيف عليها أن تكون الزيارة قصيرة وأن ندعو له بالشفاء العاجل. أن تكون الزيارة قصيرة وأن ندعو له بالشفاء العاجل إن شاء الله. كلمات الجديدة أعزائي التلاميذ في هذا الدرس، كلمة برفق معناها لين، عاد المريض أي زاره، طبطأ أي فارقك كل مكروه، ممشاك معناها الطريق الذي تمشي فيه، تبوأت معناها اتخذت منزلا معناها مكانا. خلاصة الدرس أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا. الجد حدث أحفاده عن آداب الزيارة، كان بيتكلم معاهم عن آداب الزيارة، ومنها من هذه الآداب تحديد الموعد المناسب، هذه واحدة، والالتزام به والضغط على الجرس برفق، والسلام على الجالسين، وعدم العبث بالأشياء، وعدم رفع الصوت. وزيارة المريض هي نفس الآداب، لكن نضيف عليها أن تكون قصيرة وأن ندعو له بالشفاء العاجل إن شاء الله. كيف يأتي السؤال في هذا الدرس أعزائي التلاميذ؟ كلمة مرتفعا، يا ترى مرادفها ايه؟ مرادف كلمة مرتفعا قويا ولا عاليا ولا قريبا؟ مرتفعا معناها ايه؟ ايوه، صوتا عاليا، ممتاز. مضاد كلمة نسى، كلمة نسى عكسها ايه؟ يفكر ولا يفهم ولا يتذكر او تذكر، ايوه، نسى عكسها تذكر. مفرد احاديث، مين بقى يقول لي مفرد كلمة احاديث؟ شوية احاديث على بعض او مجموعة من الاحاديث، الواحد منهم نقول عليه ايه؟ حديث ولا حدث ولا حادثة؟ يا ترى حديث ولا حدث ولا حادثة؟ ايوة، كلمة حديث، ممتاز. جمع بيت، بات ولا يبيت ولا بيوت؟ بات ولا يبيت ولا بيوت؟ جمع بيت، بيت مفرد، بيت واحد، مجموعة من شوية كتار نقول عليهم ايه؟ مجموعة من الايه؟ بات ولا يبيت ولا بيوت؟ ايوة، ممتاز، كلمة بيوت. أجب عما يأتي، ضع عنوانا آخر للدرس، من منكم يقترح لي عنوانا للدرس؟ أيوة، ممتاز، أنا ممكن أقترح وأقول آداب الزيارة. ما أهم آداب الزيارة كما فهمتها من الدرس؟ تضغط على جرس الباب برفق، فإذا دخلت ينبغي عليك أن تسلم على الجالسين وقد ارتسمت على شفتيك ابتسامة خفيفة، وألا تبادر بالجلوس حتى يشار لك إلى مكانك، وألا يكون صوتك عاليا، ولا ننسى تحديد الموعد المناسب للزيارة والالتزام بهذا الموعد. لزيارة المريض آداب، اذكرها، هي نفس الآداب، آداب الزيارة العادية، وبنزود عليها أن تكون الزيارة قصيرة وأن ندعو له بالشفاء العاجل إن شاء الله. ما الجمال في قولنا؟ الجمال في قولنا فلا تذهبي قبله ولا تذهبي بعده. بالضبط، تمام، ممتاز، أحسنت، تعبير جميل يفيد الدقة في تحديد الوقت والالتزام به، إن الواحد لازم يحدد الوقت، هذا التعبير يفيد تحديد الوقت بدقة، ممتاز. والتضاد في كلمة قبله وبعده يوضح المعنى. ارتسمت على شفتيك ابتسامة خفيفة، إيه الجمال في كده؟ أيوة، تعبير جميل بيشبه الابتسامة بشيء يرسم أو بحاجة كده، هتترسم ابتسامة، هتترسم كده، وهو هذا التعبير يدل على البشاشة والفرح. اعرب ما تحته خط، رأيت أباك في الاجتماع، رأى فعل الماضي والتأتأة الفاعل، وكلمة أباك من يعربها؟ أيوة، ممتاز، كلمة أباك هنا مفعول به منصوب بالألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه، أبا مضاف والكاف مضاف إليه، يبقى إذن كلمة أباك هنا اسم من الأسماء الخمسة تتنصب بالألف لأنها مفعول به. هذان أبوان نشيطان، هذان أبوان نشيطان، أيوة، من يعرف كلمة أبوان؟ ايوه صح، قول قول صح، كلمة أبوان، ايوه، خبر مرفوع بالألف، كلمة أبوان خبر مرفوع بالألف، الله، اترفعت بالألف وهي اسم من الأسماء الخمسة؟ لا، ده مش اسم من الأسماء الخمسة، ليه؟ لأنها جت مثنى، واحنا قلنا إن شرط الأسماء الخمسة إنه يكون إيه؟ مفردة، يبقى إذا كلمة أبوان هنا ممتاز، خبر مرفوع بالألف لأنه مثنى وليس اسما من الأسماء الخمسة. استمع إلى إخوتك، إخوتك إلى حرف جر، وإخوتك من يعربها؟ أيوة، اسم مجرور بالكسرة والكاف مضاف إليه لأنه أيضا ليس من الأسماء الخمسة، لأنه جمع، لأن قلنا الشرط أنه يكون إيه؟ مفرد. استمع إلى أخيك، شفت بقى الفرق بين كلمة إخوتك وكلمة أخيك، ممتاز، إلى حرف جر، وأخيك اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة والكاف مضاف إليه. إذن الأسماء الخمسة علشان تعرب إعراب الأسماء الخمسة لازم تكون إيه؟ تكون مفردة.
إلى هنا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا لنهاية درسنا الحالي، ومعنا فهم نتعلم ببساطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.